Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Ramadany dari kelas 10 MA Al-Ukhwah. Di sini saya ingin membacakan surat Al-Hadid dari ayat 12 sampai 15. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره وظاهره من قبله العذاب ينادونهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته